عبدو شاب في مقتبل العمر يحب أمه، وبالرغم من مهارات عبدو الكثيرة وذكائه إلا أنه لطالما فضل أن يسلك الطريق السهل. التحق بوظيفة ولم يكمل دراسته الجامعية، مكتفيا مما منعه من الترقيات والزيادات. وفي يوم من الأيام وقع الغير متوقع، أفلست الشركة التي يعمل بها عبدو وتوقفوا عن صرف الرواتب إلى إشعار آخر. تراكمت على عبدو المصاريف والفواتير، انفصلت الكهرباء، وبدأت أم عبدو وأسرته بالشكوى. اشتكى عبدو أزمته لصديقه الذي قدم له عدة نصائح، كأن يعمل سائقا أو يقدم دروس خصوصية في الموسيقى والتي قد تدر عليه بالمال الكثير، ولكن عبدو دائما يختار الطريق السهل، فاستلف المال وسدد الفواتير واشترى المقاضي، وعادت الحياة إلى بيته إلى أن جاءته تلك المكالمة. سدد الدين لك شهرين ما سددت. حاول عبدو في بادئ الأمر تجنب الاتصالات، ولكن لم ييأسوا فجاءوا بيته وأخذوا سيارته وممتلكاته. انتاب عبدو شعور بالإحباط، لم يستطع مواجهة أمه، وهرب من منزله واختبأ عند صديقه. الدين مشكلة يعاني منها الدكتور والنجار وحتى العاطل اللي على حافز. بعضهم عندهم ديون، ما يفرق قديش الديون، بعد فترة يسمم حياتك. الحل مو لازم تأكل أكل بساس، الدين ممكن تسديده مهما كان، بس يبغى لك خطة. أولا حط ميزانية والتزم بيها، ما حد حيساعدك إلا نفسك. فكر كم صرفت الشهر اللي فات وحط الرقم، نقص منه الأشياء اللي ما هي أساسية. خليك في المصاريف المهمة زي الأكل والإيجار. لازم تعرف كم بتصرف، ولا ما حتقدر تحدد كم حتخصص للدين كل شهر. نيجي للخطوة الثانية، خصص مبلغ للدين، وأول شيء تسويه لما تستلم الراتب تسدد المبلغ اللي حددته. ثالثا دور دخل زيادة، بس 5% زيادة، شغل على جنب بيجيب لك فلوس زي تدريس خصوصي، بيع أشياء ما تحتاجها على مواقع إلكترونية. ممكن تشتغل بالمشروع مثلا كتابة، ترجمة، تصميم، وفي موقعين دي حتساعدك، elance.com وodesk.com. على الموقعين دي لو خصصت عدة ساعات في الأسبوع ممكن تدخل $100 تقريبا تخصصها لتسديد الدين. رابعا عشان تكتمل خطتك حط موعد نهائي لتسديد الدين، وحط التاريخ في أماكن تقدر تشوفها، بس موعد منطقي وطموح. فمثلا تحط التاريخ في مكان معروف. كمان تسوي لك واحدة ثانية في مكان تقدر تشوفه. أهم شيء في التواريخ إنها تفكرك بموعد سداد الدين. آخر شيء لو جاتك فلوس اكسترا، عيدية، مبلغ بونس، هدية، حطها في الدين على طول. سؤال من فادية على فيسبوك، علي دين أكثر من $60,000، هل في أمل أسدده؟ لا تحبطي يا ست فادية، في زوجين اسمهم تريفر وريبيكا قدروا يسددوا أقساط بيتهم الملك في 5 سنوات وخلصوا. عادة أقساط عقارية تأخذ سنين، كيف؟ بأنهم كل شهر يدفعوا نص دخلهم للدين. ضغطوا على نفسهم فترة طويلة لكن ارتاحوا أكثر. ركزي وتقدر إن شاء الله تسدد الدين.